طيب احنا هنروح لموضوعنا الاول في حلقه النهارده، وهو فيروس كورونا اللي اعداده زادت بشكل فظيع عن طريق سلالات مختلفة، يعني قدرت أو حاليا داخل معامل الأبحاث، وعدد الوفيات الحقيقة تخطى 3 مليون حالة وفاة، ده على مستوى العالم. هنعرف أكتر ليه فيروس كورونا مازال في ازدياد على مستوى العالم، والوضع في مصر واصل لفين بعد هذا التقرير. على الرغم من حملة اللقاحات التي تقوم بها معظم دول العالم، إلا أن أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا تواصل التزايد. أكثر من 3 ملايين حالة وفاة تسبب فيها الفيروس منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019. الولايات المتحدة وصلت صدارة الدول المتضررة من ناحية الوفيات، تليها البرازيل فالمكسيك ثم الهند والمملكة المتحدة. ولمواجهة هذا الطوفان، سمحت واشنطن لجميع مواطنيها بتلقي اللقاح المضاد لكورونا، حيث تمكن حوالي 50.4% من الأمريكيين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما من تلقي جرعة واحدة من لقاح على الأقل، و 32.5% تلقوا الجرعتين، خصوصا الكبار في السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما. وبينما تستأنف الحياة مسارها تدريجيا في الولايات المتحدة بفضل التطعيم، شرعت الهند بفرض إغلاق لمدة أسبوع في العاصمة نيودلهي في محاولة لاحتواء انتشار الوباء، والذي يهدد ببلوغ المستشفيات أقصى طاقتها الاستيعابية. في أوروبا لا يزال الوضع هشاً، فيما تستعد بعض الدول لتخفيف القيود الصحية برغم الغضب الشعبي حيال التدابير المفروضة. وسيجرى ذلك هذا الأسبوع بدرجات متفاوتة في سويسرا وبلجيكا وسلوفينيا وسلوفاكيا وموناكو والبرتغال والدنمارك وهولندا وفرنسا. أستراليا ونيوزيلندا اللتان تسجلان مؤشرات جيدة لجهة مواجهة الفيروس، دخل حيز التنفيذ إجراء جديد يسمح لمواطني البلدين بالسفر لكل منهما بدون حجر صحي. ورغم أن أعداد الوفيات لا تزال مرتفعة في البرازيل وانتشار نسخة متحورة من الفيروس أكثر فتكا، أعادت ريو دي جانيرو فتح الحانات والمطاعم مطلع إبريل، كما شرعت في فتح الشواطئ. في مصر تتواصل حملة التلقيح التي تنفذها الدولة لمواجهة الفيروس، كما يتواصل تسجيل المواطنين للحصول على اللقاح بالتوازي مع تشديد الإجراءات الاحترازية ضد الفيروس، والتي تعمل أجهزة الدولة على تطبيقها بكل صرامة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين. شرفنا النهارده دكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. مساء الخير يا دكتور، وأهلا بحضرتك معانا النهارده. ايه السر وراء توحش الفيروس بهذا الشكل بعد مرور اكثر من عام على ظهوره وانتشاره؟ طيب خلينا نكون نعتمد على الادله العلميه في وصف اي ظاهره للفيروس. الفيروسات عموما، وفيروس الكورونا واحد من هذه الفيروسات، كلما زادت فتره بقائها كلما حصل فيها تحورات عشان تتمكن من الانتشار بشكل أسرع وأوسع. بمعنى أنه الفيروس هو كائن لا يستطيع الحياة مستقلا، هو لازم يبقى فيه معيل، لازم يبقى فيه يعتمد على معيل يتمكن من خلاله من التكاثر والانتشار. دي دورة حياة الفيروس الطبيعي، زي حاضنة مثلا. بالضبط كده، يعني لازم يكون هناك حاضنة أو معيل يستطيع أن يحيا الفيروس وينتشر من خلاله. كلما زاد فترة بقاء الفيروس كلما حرص على أنه يوسع الحاضنات، وبالتالي بيحصل الميوتيشن او التغيرات اللي بتحصل في الفيروس عشان يقدر ينتشر بشكل اسرع. طب لما ينتشر بشكل اسرع هيصيب اعداد اكبر. احنا منذ بدايه الازمه والدلائل العلميه بتقول انه من كل 100 بيصابوا في 80 تقريبا بتبقى الاعراض اللي عندهم يا اما اعراض خفيفه او متوسطه، وفي 43 تقريبا في المية بيبقى من غير اعراض خالص. وفي 20% بيبقى عندهم أعراض شديدة تحتاج إلى أن هم يدخلوا مستشفيات، ومن 20% دول في 5% بنحتاج إن احنا ندخلهم عناية مركزة. طيب لما يبقى عندي 100 مصاب يبقى في 20 هدخلهم مستشفيات، لما يبقى عندي 200 يبقى في 40، لما يبقى عندي 1000 يبقى في 200، لما يبقى عندي 100,000 يبقى عندي 20,000. وبالتالي
مع زيادة الانتشار بيزداد أعداد المرضى اللي محتاجين يخشوا مستشفيات، فدي متلازمة مش مرتبطة بأنه أو مش لا تدل على أن هناك تغير في شدة المرضى أو أن الفيروس بقى أكثر توحشا. هو الفيروس بلا شك بقى أكثر قدرة على الانتشار، ولما بيزيد الأعداد المصابين بالتالي بيزيد أعداد اللي محتاجين يخشوا مستشفيات. طب النسبة دي أو التقسيمة دي كانت مع بداية الفيروس اللي هي 20% و80%، لسه لحد دلوقتي مع انتشاره أو الويف الثالث ليه في العالم، ولا طبيعة الفيروس المتحور غيرت في هذه النسبة بشكل أو بآخر؟ حتى هذه اللحظة الدلائل العلمية بتقول أن النسب دي ثابتة ما تغيرتش. هناك شواهد بتقول أنه بعض التحورات لها تأثير مرضي أكثر شدة زي التحور اللي حصل في جنوب أفريقيا، لكن ما زلنا في مرحلة البحث، يعني لا نستطيع أن نجزم بوضوح كده أنه التغير ده هو أكثر مرضة، لكن ما نستطيع أن نجزمه بوضوح برضو أن هذه التغيرات تؤدي إلى زيادة سرعة الانتشار وزيادة معدلات العدوى. وبالتالي زيادة معدلات العدوى هتزود من أعداد اللي محتاجين يخشوا مستشفيات، وبالتالي إحنا كمواطنين هنستشعر أنه لا ده في ناس كتيرة بتصاب ومحتاجة تخش مستشفيات، ده مش بسبب أنه الفيروس بقى أكثر مرضى على قد ما بسبب أنه الفيروس بقى أكثر انتشارا، وده في حد ذاته شيء مقلق. طبعا. طيب برضو في الشواهد الجديدة للفيروس أنه بقى يصيب أطفال عن الفترة اللي ظهر فيها السنة اللي فاتت أكتر، ده رصد في دولة زي البرازيل مثلا أو الهند اللي فيها عدد مصابين من الأطفال أكبر، ده بيعكس إيه في تحور الفيروس؟ بيعكس ما قلته أولا أن الفيروسات بطبيعتها مع طول فترة وجودها بتتحور لتصيب أكبر عدد ممكن من الحاضنات من العوائل، ولكن برضو ما زلنا بنقول انه ما زلنا ما عدناش أدلة انه المرة دي الأطفال أكثر إصابة. هو في جميع الأوقات كان هناك إصابات في جميع المراحل العمرية، ولكن في الأول احنا ما كانش الأطفال كانوا وما زالوا الأعراض عندهم أخف، فممكن ما يبقاش في شواهد كفاية، ما كانش عندنا دلائل واضحة في المراحل الأولانية انه في أعراض. لكن كلما ازداد خبرتنا وكلما ازدادت الأبحاث وكلما تعاملنا بشكل أوسع مع الفيروس كلما قدرنا ان احنا نحط علامات واضحة وفارقة بتقول فيها الإصابات أخبارها إيه. فهي الإصابات كانت في الفترة الأولى في إصابات في الأطفال، وكان في إصابات في جميع المراحل العمرية، ما زلنا عندنا نفس الإصابات لكن الصورة بقت أكثر وضوحا، وبالتالي بقت الأرقام اللي بتخرج مننا هي أكثر وضوحا وأكثر دلالة. من الأول كنا بنتعامل مع مجهول، النهاردة بعد سنة وشهرين وبدأ في الصين من قبل كده، أنا بتكلم على سنة وشهرين في بداية ظهوره في مصر، يعني بقى عندنا خبرة أكثر، بقى عندنا دراية أكثر، بقى عندنا وعي أكثر بكيفية الانتقال، معدلات الانتشار، التحورات، كل ده بقت الدراسات أكثر تعمقا لمعرفة ما يحدث. الأبحاث يا دكتور بتوصل إزاي أو بتقدر تجزم إزاي بالسلالات الجديدة؟ يعني بيوصلوا للسلالات الجديدة إزاي ويخلونا نسمع أنه في سلالة جنوب أفريقيا وسلالة الهند و... طب هي السلالة بتنسب إما إلى مكان اكتشافها أول مرة اكتشفناها فين أو معدل انتشارها أكتر فين. يعني بنقول جنوب أفريقيا لأنه تم اكتشافها أول مرة في جنوب أفريقيا، أو بنقول سلالة كذا لأنه معدل انتشارها في المكان الفلاني أعلى من غيره. طب بنعرف إزاي؟ إحنا من اليوم الأولاني وبيتم حاجة اسمها الجين سيكونسنج أو التحليل الجيني للفيروس، العينات اللي بناخدها من المصابين المسحة، يعني مش بس بيتم تحليلها لإثبات وجود فيروس ولا لا، احنا كمان بيتم تحليلها لمعرفة التركيب الجيني للفيروس. التركيب الجيني للفيروس خلاص اتعرف في أول مجموعة من المصابين، كل ما بناخد عينات كل ما بنعمل نفس التحليلات للوصول للتركيب الجيني بنلاقي انه في تغيرات في مواقع محددة في الحمض النووي للفيروس، يعني خصائص الفيروس ببساطة كده هو خلينا بتتغير. نقول انه الفيروس مكون او اي كائن حي مكون من سلسلة من الاحماض النووية ليها ترتيب 1 2 3 4 5 وليها شكل، لما بنعمل التحليل الجيني بنلاقي انه اما الترتيب اتغير او الشكل اتغير او هناك زائدة ظهرت هنا ما كانتش موجودة قبل كده، هي دي التغيرات او الطفرات اللي بتحدث على الفيروس. في طفرات بتحدث على مواقع التصاق او ارتباط الفيروس بالخلية الانسانية وبتخليها اكثر سهولة لانه يدخل، اكثر سهولة انه يرتبط، دي اللي بتخلي معدلات الانتشار اوسع.
فالتحليل يعني المسحة التي بتتم دي مش بس بنكتفي بتحديد هو والله ده هو عنده كورونا ولا ما عندوش، عنده الفيروس ولا لا، احنا كمان بناخد المساحات دي وبيتم تحليل جيني طيفي للفيروس بمكوناته وبتركيبه من الأحماض الأمينية أو الأحماض النووية. طيب ده حصل وأظهر اختلاف بالنسبة لوجود الفيروس في مصر يعني من التحليلات أو المساحات الأولانية لحد دلوقتي؟ كنا عملنا دراسة في المجزاة المستشفيات الجامعية وباشتراك مجموعة من مراكز الأبحاث المصرية، جامعة القاهرة، مركز الطب التجددي، وتمت في مركز الأبحاث في مستشفى 57 لقينا فيها في الموجة الأولى والموجة الثانية إنه التحورات اللي ظهرت في مصر هي أقرب للتحورات اللي موجودة في أوروبا، وإنه تقريبا 97% من الفيروس المنتشر في مصر هو قادم من دول الاتحاد الأوروبي مش اللي جاي من الصين، وده منطقي لأن احنا حجم التبادل بيننا وحجم السفر وخصوصا ان الفيروس مستورد هو لم يولد على الأراضي المصرية، احنا جالنا من الاختلاط والسفر الدولي، احنا عندنا السفر الدولي إلى أوروبا أكثر بكتير من السفر الدولي إلى شرق آسيا وإلى الصين. فحتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها ديت التغيرات اللي موجودة هي تغيرات أقرب للتغيرات اللي بتحصل في الاتحاد الأوروبي وفي إنجلترا تحديدا يعني. طيب بتكون التغيرات دي وبتكلم عن مصر تحديدا، بتقول ان هو من فئة الفيروسات اللي هيبقى او بقى اكثر انتشارا وليس اكثر شراسة، ولا دي مع دي؟ حتى هذه اللحظة احنا بنتكلم على اكثر انتشارا، لكن في النهاية انت العالم مفتوح، ففي اي لحظة من الوارد انه يتم انتقال، عشان كده مهم وكنا بنقول وزلنا بنقول وهنفضل بنقول انه الامان الحقيقي حتى هذه اللحظة المثبت هو الالتزام بالاجراءات الاحترازية. يعني ازاي تأمن بألا تصاب؟ طب ازاي لا تصاب؟ تلتزم بالاجراءات الاحترازية، الكمامة، التباعد الاجتماعي، عدم التزاحم، غسل الايدي، التطهير المستمر، التهوية الجيدة، وبالتالي هي دي التي اتفق العالم واتفقت المؤسسات الصحية الدولية والعالمية على انها الوسيلة الناجحة لمنع انتشار الفيروس. ولما الدول الشعوب لا تلتزم بتلجأ إلى أنها تفرضها إجبارا بقى من خلال حظر التجول، من خلال تقليل ساعات الحركة، من خلال الحركة، إغلاقات، صحيح. كل ده سببه إيه؟ الوصول إلى هذه تطبيق الإجراءات الاحترازية. طب إحنا كدولة هل نستطيع أن نصل إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بما لا يؤثر على حياة الناس؟ نقدر نعمل كده لو الناس التزمت. فالقصة ببساطة أنه إما أنه الناس هتلتزم بالإجراءات الاحترازية وبالتالي تتمكن الدولة من توفير الأمان الصحي مع الأمان الاجتماعي والاقتصادي، أو الناس هم اللي هيضطروا الدولة أن تلزمهم من خلال اتخاذ إجراءاتها في منتهى القسوة عليهم وعلى الدولة. طيب الكيرف بتاع أعداد الإصابات في مصر هو بيزيد عن الفترة الماضية، ده مرتبط بشكل أساسي لعدم الالتزام بالشكل المطلوب في الإجراءات الاحترازية؟ أكيد مش أساسي ده يعني قولا واحدا والحقيقة أنه الدراسات بتقول أنه في نشاطات محددة لما تأثرها في معدلات الانتشار أعلى من غيرها. على سبيل المثال الأعلى مؤثر في معدلات الانتشار في الفترة السابقة هو التسوق، خروج الأسواق. فالناس لما تبدأ تمارس النشاط بتاع إنها تنزل تشتري حاجة رمضان وتنزل تتسوق عشان تجيب رمضان وتنزل تروح هنا، ده تأثيره في زيادة معدلات الانتشار المرضى عالي جدا. وبالتالي يبقى الحل إن الناس تلتزم بالإجراءات الاحترازية. طب الناس لو ما التزمتش طواعية ساعتها بتضطر الدول أن تلزمهم بالقوانين، بالمنع، بالحظر، بالغلق، وهكذا. طيب علاقة الفاكسينيشن أو التطعيمات بانتشار الفيروس على مستوى العالم، يعني طبعا هو نسبة الناس ما زالت قليلة اللي خدت طبعا اللقاح على مستوى العالم يعني، إنما تأثيرات الفاكسين على أعداد الإصابات وصل لحد فين بشكل عام على مستوى كل الدول؟ برضو خلينا نكون أكثر وضوحا عشان الناس تبقى فاهمة احنا عايزين نروح فين. الحقيقة إنه حتى اللحظة الراهنة، ويمكن كان تصريح منظمة الصحة العالمية اللي لسه طالع النهاردة،
بيقول انه ما عندناش ادله واضحه بتقول انه في ارتباط ما بين معدلات التلقيح ومعدلات الانتشار. لكن احنا عندنا ادله واضحه وده اللي احنا عايزين نوصل له، ما بين معدلات التلقيح وتقليل نسب الوفيات وتقليل احتياج الى الدخول للمستشفيات. وبالتالي الدول، وعشان كده دوله زي انجلترا النهارده بدات تفتح، مش لانه معدلات الاصابه قلت، لا، لانه معدلات الوفيات قلت جدا وانخفضت بنسبه تزيد عن 90%، ومعدلات الاحتياج لدخول المستشفى قلت بنسبه تزيد عن 80%. وبالتالي فالتلقيح صحيح حتى هذه اللحظه احنا ما نقدرش نجزم ممكن انه يكون بيؤثر على معدلات الانتشار، لكن هنفترض انه لسه ما عندناش معلومه واضحه، لكن اكيد عندنا معلومه واضحه انه بيقلل معدلات الوفيات وبيقلل معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات، وده شيء مهم جدا. يعني بيقلل شراسه الفيروس على الجسم، او بمعنى معكوس بيزود بقى مقاومه الجسم للفيروس. صح كده، بيقلل التاثير المرضي. فانا بدل النهارده ما كان عندي زي ما قلت حضرتك كده 100 حاله محتاجه ادخل منهم 20، لو انا ال 100 حاله دول متطعمين يبقى اللي هيحتاج يخش من المستشفى لا قدر الله رقم لا يزيد على 5%. فانا نزلت بمعدلات احتياج دخول المستشفى، وبالتالي خففت العبء على النظام الصحي، وبالتالي اديت فرصه للنظام الصحي ان يتعامل مع بقيه الامراض. ما هو انت يعني حضرتك في عندنا اشكاليه مش بس شده المرضى، كمان التاثيرات على النظام الصحي وانهاك الفرق الطبيه، واحنا بقالنا سنه واربع شهور النهارده الفرق الطبيه بتحارب هذا الفيروس بشكل مستمر، ناس لا يعني تصلوا الليل بالنهار. طيب انا بسهوله برضو عشان الناس تبقى فاهمه القصه، مش بس النظام الصحي مش بس بيتاثر بشده المرض، النظام الصحي بيتاثر بعدد المترددين حتى لو كان المرض بسيط. يعني احنا لو تخيلنا النهارده اي مستشفى في الدنيا جالها في نفس الوقت 10,000 واحد كلهم عندهم صداع، ومش هتستحمل طبعا مع انه صداع، لكن فوجود اعداد كبيره تحتاج الى تلقي خدمه صحيه في نفس الوقت ده بيؤثر على النظام الصحي بغض النظر عن شده المرضه. فما بالك بقى لو كان كمان في شده مرضه. فانا لو قدرت من خلال التلقيح، وده مثبت حتى هذه اللحظه ان الدول اللي فيها معدلات عاليه من التلقيحات واللي وصلت بيه المناعه الى معدلات عاليه بقى فيها انخفاض حاد في نسب الوفيات، انخفاض حاد في نسب المحتاجين ان هم يخشوا مستشفيات، وبالتالي اصبح من الممكن اعاده الحياه الى شكل من اشكال الطبيعيه التي كانت قبل الحفاظ على النظام الصحي والحفاظ على النظام. طيب هل احنا عندنا معلومه انه التلقيح ده بيستمر مدته قد ايه؟ يعني بيدي هذا النوع من الحمايه للجسم مده قد ايه؟ والشخص اللي تلقح محتاج ان هو يتلقح بعد قد ايه تاني؟ بما انه يعني شوفي هو من المؤكد حتى هذه اللحظه، والكلام ده معلن من مارس 2020، اننا سوف نحتاج الى جرعات ثانيه وثالثه ورابعه من اللقاحات ايا كان نوع اللقاح ايه، وانه سوف يكون هذا اللقاح موسميا زي لقاح الانفلونزا، ودي حاجه مش وحشه. ماشي، لكن هل بقى هنحتاج بقى الجرعه الثالثه دي بعد 6 شهور، بعد سنه، بعد اقل، بعد اكثر؟ ما زلنا التجربه لسه لم نصل الى فتره زمنيه كافيه نقدر نقول بعد قد ايه. فالمتيقن انه سوف يكون موسميا، واللي احنا بنحلم بيه انه الكورونا ده يبقى موسمي هو كمان. ان بمعنى انه يبقى ياتي كما ياتي دور الانفلونزا. هو في السنه اللي فاتت قل شويه في فصل الصيف، يعني كان يعني ادى كده شويه مؤشرات ان هو موسمي شويه، ولا احنا بس اللي كنا حاسين كده هنا في مصر؟ بمعنى موسمي بمعنى انه لا يوقف الحياه. الانفلونزا ما بتيجي ما بتوقفش الحياه طبعا. والناس بتعيش حياتها. ايوه الناس بتشتغل بالانفلونزا عادي. وبالتالي فاحنا نريد ان نصل الى هذا، وبالتالي سوف يكون اللقاح موسميا نعم، بعد كل قد ايه ما زالت التجربه مبكره ان احنا نحكم عليها، لكن هيبقى كده. لكن في جميع الاحوال نحن متاكدون ان اللقاح يقلل اعداد الوفيات ويقلل اعداد المحتاجين الى دخول المستشفيات، يقلل شده المرضى، وبالتالي يقلل العبء على النظام الصحي. مش حاجه وحشه ابدا انه يبقى اللقاح موسمي، مفيش فيه اي مشكله. طيب ويبقى متوفر. سؤالي الاخير لك يا دكتور، المستشفيات الجامعيه بتتعامل ازاي مع زياده الاصابات في الوقت اللي احنا فيه ده؟ بصي هيك، احنا في البدايه بدانا ب عدد 19 مستشفى بسعه سريريه معينه، النهارده بقى عندنا 26 مستشفى تقريبا بيقبلوا بسعه سريريه تزيد عن ال 2000 سرير الاقسام الداخليه، وفي حدود
اعتقد ال 600 سرير عنايه مركزه و416 جهاز تنفس صناعي. وفي نفس الوقت عندنا قدره ان احنا في خلال اقل من 24 ساعه نزود العدد ده الى 36 مستشفى بساعه سريريه اكبر. حتى هذه اللحظه انه الساعه السريريه المخصصه مكفيه، لكن بوضوح هناك زياده في الاعداد. لكن بوضوح هناك زياده في الاعداد التي يتم حجزها في المستشفيات. ما هو انا من كل 100 بحجز 20، وبالتالي لما يبقى عندي 200 هحجز 40. 40 صح. فهناك زياده في الاعداد، وزياده في الاعداد الذين يتم حجزهم يوميا في المستشفيات الجامعيه. عشان كده بقول للناس لابد من وقفه، لانه مهما كان النظام الصحي قوي ومهما كان عندنا من استعدادات، هنصل لمرحله هنضطر فيها ان نلجا الى اجراءات قاسيه. ليه؟ أنا في إيدي كمواطن أن أحافظ على نفسي، أحافظ على أهلي، أحافظ على نظامي الصحي، أحافظ على مجتمعي من خلال التزام بالإجراءات الاحترازية. هيحصل إيه لو الناس غيرت مواعيد تسوق؟ إحنا ما بنقولش للناس ما تروحوش تشتروا، إحنا بنقول للناس بدل ما كل الناس تفطر وتدي تشتري. لا، وخصوصا السلع متوفرة، يعني يعني المحلات مفتوحة، حاجة يستلزم إن كلنا ننزل نشتري في وقت واحد. وحتى بعد وضع نظام لعمل المحلات، ما زالت المحلات اللي بتقدم الطعام وطعام الشراب والبقالة مفتوحة 24 ساعة. صح. فهناك كل اللي مطلوب هو تنظيم لا اكثر ولا اقل عشان نحافظ على نفسنا وعلى حوالينا. دكتور حسام عبد الغفار، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معانا النهارده في من القاهره. شكرا لحضرتك. هنروح لموجز الاهم واخر الانباء ونرجع نكمل حلقتنا.